حياكم الله من الساحل الجنوبي للأندلس من بلدة سهيل، وهذه هي قلعة سهيل الأندلسية. قلعة سهيل تعرضت للعديد من التعديلات بعد العهد الأندلسي، ولكن هذا من البقايا، هذا الباب المغلق هو من البقايا الأثرية للبوابة الإسلامية في هذه القلعة. حياكم الله. من أعلام بلدة سهيل الأندلسية أبو القاسم السهيلي صاحب كتاب الروض الأنوف في شرح السيرة النبوية لابن هشام رحمهم الله جميعا. في إحدى السنوات كان مسافرا من بلده سهيل، فبلغه خبر أن سهيل بلده تعرضت للغزو من النصارى، فعاد إلى بلده سهيل ووقف على منازله ووجد الكثير من أقاربه وأسرته قد توفوا رحمهم الله، فرثاهم وأنشد عدة أبيات منها: يا دار أين البيض والآرام، أم أين جيران علي كرام، راب المحب من المنازل أنه حي فلم يرجع إليه سلام. لما أجابني الصدى عنهم ولم يلج المسامع للحبيب كلام، طارحت ورق حمامها مترنما بمقال صب والدموع سجام، يا دار ما فعلت بك الأيام، ضامتك والأيام ليست ضام.